الحصاد التربوي أتينا إليك بعزم وجد نروم المعالي ونبغي المنى بمجد الحصاد أتينا نباهي ونشدو ونقطف منك الجنى. أصدر سارتا دار المنهل ناشروا. في يوم من الأيام عادت سارة من المدرسة وكانت تشكو من ألم في أسنانها، وقد نصحتها طبيبة المدرسة بمراجعة طبيب الأسنان. ذهبت سارة مع أمها إلى طبيب الأسنان ليعالجها. تبين لطبيب الأسنان أن أسنان سارة فيها تسوس. قال طبيب الأسنان لسارة: يبدو أنك تأكلين الكثير من الشوكولاتة ورقائق البطاطا الذي تسهم في تسوس الأسنان. حزنت سارة لأن أسنانها مسوسة وأخذت تبكي. أخبر طبيب الأسنان سارة أن هذه الأسنان اللبنية مؤقتة وستسقط جميعها. طلب طبيب الأسنان من سارة أن تعتني بأسنانها الدائمة والمؤقتة. نفذت سارة نصيحة طبيب الأسنان فاهتمت بنظافة أسنانها وخففت من أكل الشوكولاتة ورقائق البطاطا. تساقطت أسنان سارة المؤقتة واحدة تلو الأخرى. بعد فترة طلعت لسارة أسنان جديدة بيضاء بدلا من الأسنان التي سقطت. تملك سارة الآن أسنانا قوية وجميلة وهي تحافظ على نظافتها. الحصاد التربوي أتينا إليك بعزم وجد نروم.